أشكر محبة وتسابونا بجول اللي دايما بيدعى أولاده علشان ياخد بركة الاجتماع الحلو بتاعكم ده. نتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا لكل أسرة مسيحية، وعلشان نتأمل في أي أسرة من الأسر هنتكلم في آيات موجودة في سفر توبيا. وطبعا احنا عارفين ان سفر توبيا من الاسفار القانونية التانية اللي الكنيسة بتدلها وضع مهم جدا. فتوبيا 8 عدد 4 بتكلم عن توبيا ويقول: وقال لها يا سارة قومي نصلي الى الله اليوم وغدا وبعد غد، فانا في هذه الليالي الثلاث نتحد بالله وبعد انقضاء الليالي الثلاث نكون في زواجنا مجدا للثالوث الأقدس. هناخد من خلال الآيات دي سمات الأسرة المسيحية. وطبعا أي أسرة مسيحية، أي أسرة اسم السيد المسيح موجود داخلها، تحيا حياة رائعة جدا. ولكن هنتأمل في ثلاث نقاط في سمات الأسرة المسيحية. أول نقطة: أسرة تمسح الدموع. ومعنى أسرة تمسح الدموع، طبعا حلو قوي إن يبقى فيه فرح داخل كل أسرة، حلوة قوي ان كل أسرة تشارك في انها تفرح كل أعضائها وتاخد كده من السيد المسيح له كل المجد، اللي يقول: أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم وحزنكم يتحول إلى فرح. لكن ساعات في بعض الهموم والمشكلات والدموع اللي بتبقى موجودة في الأسرة، وده دور كل طرف انه يشارك الآخر في انه يمسح دموع الطرف الآخر. ومصنف كده السيد المسيح له كل المجد. السيد المسيح كان دايما يمسح دموع كل إنسان، كل إنسان يقابله شايف جواه هم، جواه مشكلة، كان يسعى السيد المسيح له كل المجد إلى حل هذه المشكلة ويرفع الهم الموجود جواه. حتى يتقال عن السيد المسيح في سفر الرؤيا إصحاح 21 يقول كده عنه: في السماء ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. لما إلهنا له كل المجد بيمسح كل دمعة من دموع البشر. لما نطلع فوق وهم العالم ومشاكل العالم وضيقات العالم، نطلع فوق نرى السيد المسيح له كل المجد يطبب كل إنسان مننا ويمسح دموع كل واحد مننا. برضو بيقول لابنه الموجود على الأرض، يقول له: شارك في أن تسعد الطرف الآخر، قدم محبة حقيقية للطرف الآخر، امسح دموع الطرف الطرف الآخر. وعندنا حتى في سفر إشعياء إصحاح 38 عدد 4 يقول كده: قال الرب لحزقيا الملك: قد رأيت دموعك. يقولوا كده: أنا رأيت إيه؟ رأيت دموعك. هل كل واحد مننا مثال ربنا وداخل الأسرة لكل أفرادها؟ لما ابنه يبقى داخل مهموم، لما بنته تبقى داخل مهمومة، يا ترى بنقول لها كده كلنا أو نقول له كلنا: قد رأيت دموعك؟
ولا يطرى دموع الآخر ما بتهمناش بالمرة، لأن ساعات كتيرة كل واحد مننا مهتم بأنه يفرح نفسه بس، وللأسف بتبقى في الأنا في الأسرة، كل واحد يفكر من زاوية الأنا بتاعته، مهم أنا عايز إيه، مهم احتياجاتي الشخصية إيه، المهم أحقق إيه في المجتمع اللي أنا فيه، ولا يفكر في الطرف الآخر. لكن واحد تاني مختلف، واحد تاني يشوف دموع في عيون الطرف الآخر يقوله ما تخافش، أنا همسح كل دموع موجودة في وشك، أي دموع بتنزل من عينيك أنا إيه؟ أنا أهتم إن أنا أرفع أو أحوش هذه الأحزان وأرفع هذه إيه؟ هذه الدموع. وعندنا حتى واحد زي داود النبي في مزمور 56 يقول كده عدد 8، يقول اجعل أنت دموع في زقك أما هي في سفرك، ويتكلم عن إن دموع الإنسان، دموع الإنسان كأنها محطوطة كده في قربة عند ربنا، ودي كانت مستخدمة زمان اللي بيشيلوا فيها المية، وحتى يقولوا العادات اللي كانت موجودة قديما لدى اليهود، إن لما واحد يحس أو يشعر أن هناك طرف أو حد قريب منه حزين يروح يشاركوا الأحزان بتاعته، ولما ممكن يلاقيه بيبكي بدموع ممكن يتأثر هذا الإنسان ويبكي، ويقول إن يطلع المنديل بتاعه ويمسح الدموع بتاعته، وبعد كده من كتر الدموع اللي بيشارك فيها بأحزان للآخر يمسك المنديل يعصره ويحطه في زجاجة تبقى عنده إيه معاه، ودي دليل على أنه يشارك الآخر في أحزانه، وزي ما أقول الكتاب فرحا مع الفرحين وبكاء مع إيه؟ مع الباكين. أقول لكل واحد النهاردة، يا ترى بنشارك الآخر إن إحنا نمسح دموع ولا لا؟ أقول لكل واحدة موجودة النهاردة، إيه دورك إنك أنت تشارك الآخر؟ يا ترى بتشوف الآخر جاي مهموم بمشكلات أو بعض من الأتعاب، ويا ترى بتسألي سؤال مهم قوي، إيه اللي تعبك؟ ده أنا شريكتك في الحياة. يا ترى أنت برضو بتقول لها بنفس الوضع، ده أنا شريكك في الحياة، عايز أشوفك إيه اللي مضايقك وإيه اللي مزعلك. ولا للأسف ساعات هموم الآخر لا نشترك فيها بالمرة، ده ساعات كتيرة كل واحد مننا يهتم بهمومه هو فقط، ولكن علمنا ربنا أن الأسرة هي كيان واحد، وحتى يقول الكتاب لا يعد بعد اثنين بل إيه؟ بل واحد، الجسد الواحد اللي بصلوات الطقس الإكليل يتحول الاثنان إلى إيه؟ إلى كيان واحد، كلا منا مع الآخر في سر الزيجة يبقى كيان واحد، وحاجة بتبقى واحدة، الآخر ما يقولش لا ده هموم الآخر، يقول ده همومه هي إيه؟ هي همومي أنا بالظبط. وحتى كمان في قصة حلوة قوي بتحكى عن واحد كان وحيد لأبوه وأمه، وبعدين كان بيحب واحدة جدا جدا، ارتبط بهذه الإنسانة، وبعد ما ارتبط يستنوا سنة اتنين تلاتة ما فيش إنجاب، وكانت مشكلة كبيرة قوي عند الأب والأم لأن ده الوحيد بتاعهم، فقالوا له يا ابني ما ينفعش، لازم تاخد مراتك وتشوف ايه المشكلة، مين السبب في المشكلة، لو انت سبب فيها نعالجك، لو هي سبب فيها نشوف بقى، شوف لك حد تاني ترتبط بيه. والمهم هو عارف تفكير باباه ومامته، ولكن هو مؤمن تماما بسر الزيجة المسيحي، ف
فراح لدكتور هو ومراته بس. الدكتور قال لهم، قال له الاثنين يعملوا تحاليل، عملوا تحاليل. قال للزوج، قال له لا انت مفيش اي مشاكل عندك تمنع موضوع ايه، موضوع الخلفة. وقال لها لكن المشكلة عندك انت، انت الورق اللي قدامي يقول مستحيل انك تنجبي، ده امر مستحيل تماما. فقعدت تبكي وهو يقول له يا رب انت علمتني ان امسح دموع الاخر، علمتني يا ربي ان احنا كيان واحد، علمتني يا رب ان هي هتكون ليا كل حاجة ومش شرط موضوع الاولاد. فراح للاسرة بتاعته، قال لمراته الاول ما تخافيش، اللي بيني وبينك ده ايه، سر محدش هيعرفه ابدا. راح للاسرة بتاعته، قالوا له قول لنا ايه السبب. قال لهم دي كتر خيرها، دي إنسانة اللي زي ديت وتكتشف إن أنا السبب في عدم الخلفة بتاعتها تعمل إيه؟ تسيبني وتمشي على طول. قالوا له يعني إيه؟ قال لهم المشكلة مش عندها هي، المشكلة إيه؟ عندي أنا. وقعد يداري على السر طيلة عمره. وبعدين قبل ما يموت جاب محامي، قال له تعالى علشان كل ميراثي هديه لمين؟ هديه للزوجة. وابتدى فعلا وقال له لكن هقول لك على حاجة مهمة. قال له تفضل. قال له الورق ده ورق خاص بي أنا، حاجات مهمة قوي عندي ما يعرفش السر بتاعها غير أنا ومين؟ أنا والمدام بس. قال له عايز إيه؟ قال له لما اجي اموت حط الورق ده في النعش بتاعي. وفعلا يمرض هذا الانسان بمرض الموت، ومراته بقى يعني عندها هو حاجة كبيرة قوي قوي، ولكن كانت خايفة قبل الموضوع ده ان يقول السر. طب يا ترى هيحصل ايه؟ طب يا ترى هيقتنع وارتبط بأخرى؟ وإحنا عندنا في المسيحية شريعة الزوجة الواحدة. ولكن هو أثبت لها الوفاء بكل ما استطاع. وفعلا بعد مرض الموت تعدي شهور ويموت مين؟ ويموت هذا الإنسان. ويجي المحامي قابل الزوجة يقول لها جوزك بيقول لك رسالة إن الورق اللي كنت عارفة السر بتاعه أنت وهو ده راح معاه خلاص، مش هتشوفي له أثر ولا حد هيعرف ايه، هيعرف السر خالص، وهو كاتب لك الأملاك بتاعته تفضلي. فده قدر في حياتها وقدر في حياته انه يمسح دموع الآخر. يا ترى كل منا يمسح دموع الآخر ولا لا؟ وعندنا حتى في الكتاب المقدس عندنا آيات حلوة قوي قوي. نسمع عن القانا، وعارفين أبو مين؟ أبو صموئيل النبي. وطبعا مراته ما كانتش إيه، كانتش بتخلف، وكانت بتصلي وصلاتها كانت ممتزجة بإيه؟ بدموع. طب أنت تسيب الطرف الآخر يبكي دموع كتيرة زي كده؟ لا طبعا، ده أنا أشارك الطرف الآخر. طب ازاي هتشارك الطرف الاخر؟ هشارك بكلمات حلوة للاخر، تعطيه تعزية، تكون سبب في مسح هذه الدموع. ومسك الاخر وقال لام صموئيل قبل ما تنجب، طبعا صموئيل قال لها ألست انا خير لك من 10 بنين؟ انت بتقولي ايه؟ انت ايه اللي مزعلك، اللي مضايقك؟ ولا عاوز حاجة تضايقك أبدا، ده أنا خير لك من 10 بنين. عايز يقول لها أنت منتظرة الابن، ده أنا اعتبريني ابنك، وهديك الحنان المفقود اللي أنت منتظراه، وهفضل أشبعك بالحنان ده. وكانت هذه الكلمات عبارة عن إيدين كده تمسح دموع هذه الزوجة التي كانت
يعني تكتنفها الأحزان من كل جهة من الجهات. أسأل كل واحد وكل واحدة منكم، يا ترى احنا بنعمل كده ولا لا؟ ولا للأسف بدل ما نكون سبب في ان احنا نرفع الأحزان عن الآخر بنكون سبب في دموع الآخر. كم من الأزواج سببا في دموع الآخر. يا ناس صدقوني ممكن تكون عمرها ما بكت في بيت باباها، لكن بعد الجواز بفترة نلاقي دموع غزيرة. إيه السبب؟ في الآخر الذي لا يفهمني، الذي لا يتعايش مع الإمكانيات بتاعتي، مش عارف احتياجاتي، مش عارف أي حاجة أنا إيه أنا عاوزاها، أو أي حاجة أنا نفسي إيه نفسي أحققها. تاني حاجة برضو أو تاني عنصر، كلامنا لابد أن ينير الشموع داخل الأسرة. يعني إيه؟ أول حاجة بمسح الدموع، تاني نقطة أنير الشموع. إزاي أنير الشموع داخل الأسرة؟ كل واحد مننا محتاج إضاءة، محتاج نور داخل البيت، محتاج يحس كده ان الاخر دايما يضيء لي، سر فرح لي، سر تعزية لي. طبعا الشمعة لما بتنور اي ظلام موجود بيحصل ايه؟ ينجلي ويبعد هذا الظلام. ولكن النور هو اللي بيبطل العتمة. فيا ترى عندنا النظام ده ولا لا؟ ولا ساعات بنترك الأسر بتاعتنا في ظل عتمة صعبة جدا جدا وفي ظلام داخل الأسرة. وواحدة تانية ممكن تقول لجوزها عبارة في قمة الروعة، ممكن تقول له ده انت سبب الإنارة لينا، يعني ده انت فعلا مثال للسيد المسيح له كل المجد. السيد المسيح كده قال أنا هو نور العالم، وقال لنا برضو أنتم نور العالم ابن المسيح. يا ترى أول حاجة بينور للأسرة بتاعته ولا لا؟ والمش بيعطي على الإطلاق إضاءات، وساعات بنبقى سبب في ظلام داكن داخل الأسرة ونخلي الأسرة عايشة في حزن صعب جدا جدا. وساعات بعض من الأزواج ممكن بعد الجواز بشوية يترك الأسرة على سيبها خالص كده، وحاجة بتبقى صعبة خالص خالص في علاقاته مع الطرف الآخر. لكن واحد تاني يحتوي الأسرة بكل ما يملك من حب، بيقدم محبة للطرف الآخر، بيقدم إنارة حقيقية للطرف الآخر. ونلاقي برضو في الشمعة حاجة حلوة قوي عشان تتعلم منها أي أسرة. النقطة اللي بعد كده في الشمعة أنها تبذل نفسها من أجل الآخرين عشان تنور، تفضل لما إيه تفنى تماما. وده دور المحبة البازلة اللي قال عنها كده إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15 عدد 13، قال ليس يوجد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. هل بتضع نفسك من أجل الآخر ولا لا؟ نلاقي الأم على سبيل المثال، الأم أول واحدة بتقوم من النوم وآخر واحدة بتنام، وده يعني وما بتقولش ابدا لاولادها ولا لجوزها انا ايه انا تعبانه. ودي محبه باذله تبذل الى المنتهى، مش مهم الصحه بتاعتها، مش مهم اتعبها، مش مهم اي حاجه عندها. ونرى ايضا الرجل ايضا يبذل نفسه من اجل الاخر. ازاي؟ نلاقي في الغلاء المعيشي اللي ممكن كلنا عايشين فيه طبعا، نلاقي بدل العمل بيبقى اتنين وتلاتة ونسأله نقول له انت تعبان، او مراته اول ما يرجع تقول له انت تعبان يقول لها ما انا لازم اتعب عشان ايه
عشان أريحكم، ويبذل نفسه من أجل الآخر، ودي شمعة تحترق من أجل الآخرين. حلو قوي لما كل واحد يبقى سبب إضاءة وشمعة بتنور لكل إيه؟ لكل الناس المحيطين. وبرضو خليك شمعة في محبتك للآخر. إزاي أكون شمعة في محبتي للآخر؟ أقدم المحبة للطرف الآخر الموجود داخل الأسرة. وعندنا الكتاب بيقول كده: أيها الأزواج أحبوا نساءكم، أو أيها الرجال أحبوا إيه؟ أحبوا نساءكم. إزاي؟ ويلعب على وتر مهم جدا جدا اللي هو المحبة داخل الأسرة. حينما يقدم الرجل المحبة للأسرة هيلاقي رد فعل رائع جدا جدا، هيلاقي حاجة يعني في قمة الروعة من الطرف الآخر. لكن لو قدم طرف من أطراف الأسرة الكراهية للطرف الآخر، الأمر هيبقى صعب. ما هو ممكن يسألوا واحدة يقول لها: أنت ما بتحبيش جوزك ليه؟ هتجاوب وتقول: طب فين المحبة اللي هو قدمها؟ ممكن برضو يسألوه: طب ليه ما بتحبش مراتك؟ يقول: طب فين المحبة اللي لقيتها إيه؟ لقيتها فيها. ده أنا أول ما بخبط على باب البيت بلاقي المشاكل مستنياني، في مشاكل منتظراني في البيت، في ساعات وجه ممكن يعبر عن المقابلة بطريقة تكشيرة أو حزن أو كل ده. طب أنا مش لاقي المحبة، ما أنا محتاج ألاقي المحبة جوه البيت. ولما لاقي المحبة جوه البيت أنا حتى مش هدور عليها بره. وهكذا أيضا النساء، لأن علماء النفس بيقولولنا حاجة يعني مهمة قوي قوي. يقولوا في حاجة داخل الأسرة اسمها الحرمان العاطفي. يعني الحرمان العاطفي؟ يعني أنا مثلا على سبيل المثال عبارة بنقولها كلنا: فاقد الشيء لا يعطيه. ونلاقي برضو حاجة: فاقد الشيء يبحث عنه في الخارج. يعني ايه؟ يعني ساعات ممكن افتقد للحب جوه الأسرة. ابنك لو افتقد للمحبة الأبوية، ابنك او بنتك لو افتقدت الى محبة الأمومة، هتدور عليها بره. وما نضمنش بره هيقدم المحبة بشكل ايه، لانه عمره ما هيقدمها بالطريقة اللي انت بتقدميها بالظبط، وعمره ما بيقدم المحبة بطريقتك، لانه يختفي حول او تحت ثوب الحملان، ولكن يحمل في داخله مكائد، ومكائد لإسقاط الآخر. وده اللي بيحصل. كم من الأبناء اللي تركوا الإيمان وبعدوا عن الإيمان لأنهم لم يجدوا المحبة داخل الأسرة. ممكن تطلع برة مع أول كلمة حلوة بتتقلها، مع أول أي حاجة كويسة رد فعل حلو بيعمله الطرف الآخر، حتى ولو لم يكن تابع لنا في الديانة، يجد داخله المحبة التي افتقدها داخل الأسرة، فبيعمل إيه؟ يفكر أن يبعد عن الأسرة خالص، ويسيب إيه؟ يسيب الأسرة. ودي مشكلة كبيرة قوي قوي من المشكلات اللي بتقابلنا إيه؟ بتقابلنا كلنا. خلينا برضو شمعة في الصلاة من أجل الآخر داخل الأسرة. أنا بروح الكنيسة بولع شمعة، والشمعة اللي بولعها بقى بقول له: يا رب، يا ربي. ساعات كتيرة ناس تقول له: أرزق يا ربي جوزي، أو يا ربي أنا بحط الطلبة دي قدامك، غير الأسرة، غير الأوضاع بتاعتنا. وترفع الصلوات من خلال الشمعة الموضوعة أمام صور وأيقونات القديسين. ودي حاجة مهمة قوي قوي أن يحصل مؤازرة لينا كلنا، نصلي من أجل الطرف الآخر. لو حد الطرف الآخر تعبوا، ساعات في نوعين من الناس: واحدة تقول له: تصرف أنت،
وطبعا انا عارف ان الطلبه دي عمركم ما تطلبوها. واحده تانية بتقول له كده: المس يا ربي قلب الطرف مين؟ الطرف الاخر. وضع ربي السلام داخل الطرف ايه؟ الطرف الاخر. ثالث نقطه ومهمه برضو قوي، اللي هي الاسره وكلام الرب المسموع. ازاي؟ هل كل اسره بتسمع كلام ربنا ولا لا؟ الكتاب يقول كده: خرافي تسمع صوتي. خرافي بتسمع الصوت بتاعي. هل بنسمع كلنا صوت ربنا ولا لا؟ وناخد بالنا حينما نصلي الى الله، نحن نكلم الله، ولكن نسمع صوت الله من خلال الكتاب المقدس، خلال الانجيل، خلال كلماته. اللي اسال كل اسره: يا ترى بنلتف حوالين كلمات الكتاب ولا لا؟ ولا علاقتنا بيه مش مستمرة؟ علاقتنا بيه وقت لما نمر بدقيقة نقول نشوف ربنا هيقول لنا ايه، بس كده. ولكن طول ما انا عايش في فرح خلاص. ولكن واحد تاني بقى دايما لعلاقة قوية بكتاب مقدس. ممكن برضو اسمع صوت ربنا كأسرة من خلال الأب الكاهن اللي بيكلمني في سر التوبة والاعتراف، اللي بيديني نصائح ويديني حاجات إرشادات حلوة قوي قوي. ممكن واحدة تيجي القدس أبونا تقول لي: أبونا أنا تعبانة بسبب معاملة فلان اللي بيعاملني بطريقة مش حلوة، ده جوزي بيعمل وكده. أبونا يقول لها: بنتي صلي له. يا بنتي معلش، يمكن اللحظة دي كان مهموم، معلش طيب لو تسمحي لي هقدر اتدخل وحل المشكلة. ويتدخل ايضا من خلال سر التوبة والاعتراف اللي بيقول عنه الكتاب المقدس: ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. مهم جدا ان يبقى لينا كده جلسة مع الله، نسمع صوت الله دائما حينما يكلمنا. الله بيكلم كل إنسان مننا، بيديله كده صوت، يقول لك اسمع الصوت ده. الخراف بتسمع صوت الراعي، ولما تيجي في نهاية اليوم الراعي لما يجي مروح على بيته الخراف تتبعه وهي سمع الصوت. مجرد ما يطلق الصوت بتاعه، ما أن في العديد من الرعاة، بمعنى يعني في أكتر من راعي موجودين، إلا أني ما لقيناش خراف تمشي ولا راعي مش بتاعها أو مش الراعي بتاعها. فكل خراف تمشي ورا الراعي إيه؟ والراعي بتاعها. لكن للأسف إحنا دلوقتي لا نستطيع أن نسمع صوت الله. ليه لا نستطيع أن نسمع صوت الله؟ بسبب الخطايا الموجودة في حياتنا، بسبب بعدنا عن ربنا. وعندنا آية حلوة قوي في سفر إشعياء إصحاح 55 عدد 2، يقول كده: استمعوا لي استماعا، اسمعوا فتحيا نفوسكم. لما نسمع صوت ربنا يحصل حياة داخل الأسرة، فتحيا نفوسكم. يا سلام لما تلتف الأسرة كلها وتقول ربنا: يا رب احنا هنتكلم وهنصلي لك، واثقين يا رب اني بعد نهاية الصلاة هنسمع صوتك، الصوت بتاعك اللي هيعزينا، الصوت بتاعك يا ربي اللي هيغير كيان الأسرة كله. يا رب احنا مش هنسمع صوت حد غيرك خالص، هنسمع صوتك انت بس، لانك انت وحدك رعينا. لكن احنا في زمن دلوقتي بنسمع حاجات تانية، نصغي ونسمع الميديا الحديثة، نصغي ونسمع للتلفزيون اللي بقى عندنا اهم اهتمام، بنديله اهتمام كبير اكتر حتى من اهتمامنا بالكنيسة للأسف. واهم حاجة عندنا في حتى لما واحدة تيجي تتجوز جوزها جايب لها تلفزيون كم بوصة مثلا او نوع ايه، ولا نهتم بأشياء أخرى، ولا نهتم بعلاقتنا بالله، ولا نهتم بالكنيسة. ده حتى كمان أجراس الكنيسة حينما ترن
هل أنا بسمع لصوت الأجراس دي ولا لا؟ وحينما ترن أجراس الكنائس بتعطيني دعوة أن أذهب إلى إيه؟ إلى حضور الصلوات. أنا واثق لو كل مثلا شعب الزيتون فكر يجي الكنيسة، وأكيد كل الآباء الكهنة بتدعي الكل، أنا أعتقد أن كل يعني الكنائس الموجودة عندنا مش هتساعي الناس بالمرة. ولكن للأسف للأسف إحنا بعاد كل البعد عن مين؟ بعاد كل البعد عن الله. لا نسمع صوت مين؟ صوت الله له كل المجد. المهم قوي أن كل واحد مننا يسمع صوت ربنا. حتى في تثنية 6:6-9 في آيات في قمة الروعة تقول كده: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب على بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. دي كلمات ربنا اللي حطتها قدامي دايما عشان تفكرني بيها، عشان أسمع الصوت. يا ترى كل أسرة مننا فعلا بتسمع كلام الرب المسموع ولا لا؟ ولا يعني بيقولوا كده ودن من طين وودن من عجين، ولا بنسمع حاجة خالص؟ يا ترى أنا للآخر ببقى صدر حني للآخر ورحب للآخر وبمسح دموع الآخر ولا لا؟ لاني للاسف كتير مننا لا يمسح دموع الاخر. نسال الله ان يبقى